www.alrahib.net. اترك كل الاحداث وكل الامور التحكيميه لبرنامج الحكم مع الحكم الدولي رضا البلتاجي. الان على التنفيذ ضربه الجزاء يوسف المختاري على التنفيذ ضربة الجزاء يوسف المختاري الآن. يا الله على يوسف، وسط فرحة واضحة لجماهير الرهيب، الجماهير الحاضرة في استاد سحيم بن حمد، جماهير نادي الريان، يعني تعبر بالفرحة بهدف يوسف المختاري لتنفيذ ضربة الجزاء. لاحظ الإعادة وكاد أن يتصدى لها الحارس مرتضى طالب، ولكن هي خبرة السنين الماضية ليوسف المختاري لاعب المنتخب المغربي هنا في